زوجات يوصي عليهن وكان رحيما بالأزواج يغلظ القول للنساء ما من مرة ويرغبهن. من الترغيبات الجميلة أخواتي إخواني أيها الأحبة التي خرجها الإمام الترمذي في جامعه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وجاءت امرأة عنده يحكي هذا الحسين بن أبي محصن يقول: جاءت عمتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لها حاجتها. ما ذكرت الرواية حاجة هذه المرأة، فلما فرغت من حاجتها قال لها، تأملوا إخواني أخواتي هذا الحوار الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: أذات زوجي أنت؟ يعني هل أنت متزوجة؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ وهذا حال ديننا أيها الأحبة، يدخل معك حتى غرفة نومك. الدين ما ترك مجالا إلا وطرقه وبين أوجه الرحمة فيه. فقال لهذه السيدة الصحابية الجليلة: كيف أنت لزوجك؟ كيف؟ فقالت رضي الله عنها: ما آله إلا ما عجزت عنه، يعني أبذل قصارى جهدي لأسعد زوجي إلا ما لا طاقة لي به. فقال لها: فانظري أين أنت منه، يعني انظري علاقتك به، فإنما هو جنتك ونارك. رحمات أيها الأحبة. ثم إنه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالمذنبين والعصاة، يذكرهم يدعوهم يفسح لهم أبواب التوبة ويقول لهم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عظيم الأمر هذا الدين. يمكن أخي أختي إذا بقيت دقيقة من عمرك أن تبدل برنامج حياتك على طول على طول. واحد قال للحسن البصري، قال له الحسن البصري، قال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. فقال له الحسن: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله فقد أوشك أن تصل، قررت. فقال للرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله،